سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. جيتكم اليوم فيديو جديده وجديده من نوعها في القناه. راح نشارك معاكم واش كان في الحقيبه تاع المكياج تاعي اللي ديتها معايا في الفواياج، وقادرين تديوها معاكم في اي فواياج، مش شرط تروحوا البلاد اللي تروحوا لاي فواياج، مع بعض النصائح ثاني. تابعوا معايا الفيديو للاخير باه تستفادوا من هذا النصائح، وان شاء الله تعجبكم لا فيديو. وبلا ما نوصيكم ما تنساوش ديروا لي بزاف لايكات وتعليق، قولوا لي في التعليق رايكم في الفيديو، وهكا راح تشجعوني بزاف وندير لكم بزاف لفيديو من هذا النوع. وايضا بالنسبه لي ما اشتركوش في القناه، مرحبا بكم في اي وقت، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، هكا يلحقكم كل الجديد. اذا هنا يا البنات راح نبدا لكم بالحوايج اللي حطيتهم في الفاليزه، ما حطيتهمش في الحقيبه تاع المكياج. هذا كوتون دي ماكيون اكيد راح نحتاجوه، شريته من عند اكسيون مش غالي خلاص. وثاني جبت، ما جبتش معايا ديودورون، جبت هذا تاع دوف صغير ما يديليش البلاصه بزاف. اذا اديو معاكم ستيك ولا اديو معاكم لي ديودورون لي ميني، ديو كلش حوايج صغار باش ما يديولكمش البلاصه بزاف في الاخر في الحقيبه تاع السفر. وايضا جبت معايا اسيل بارفان، ما جبتش معايا بزاف لي بارفان، جبت معايا هذا لو بريفيري تاعي تاع ادوبت، ريحته هايله ننصحكم به. ما تكثروش لي بارفان خاصه اذا كنتوا راح تقعدوا سمانه ولا 15 جوغ 10 جوغ، ولا تكثروا لي بارفان، ديو معاكم فرد واحد يكفي. وهذه كريم بور لي ما، هذه تاع اكسيون، شفتوها معايا في فيديو من قبل، شفتوها في فيديو تاع مشترياتي. وثاني ماهيش حاجه ضروريه جدا كيما انا يدي. وهذا دي ماكيون تاع ديابيرمين نشتيه بزاف، هذا بوغ لا. وهذه البنات الحقيبه هذه تاع المكياج شريتها من عند ايف روشي العام اللي فات، داروا فيها بروموسيون ودوك نعت لكم واش كاين فيها. اول حاجه راح نبداو بكريم ايدغاتونت، هذه تاع ديابيرمين، شوفوا لا ميم تاع الاخر، لو ميم دي ماكيون سي لا ميم مارك، عجبوني بزاف لانهم يرطبوا لي البشره، انا البشره تاعي جافه وتحتاج دائما ترطيب. اذا هذه، وهذه بيبي كريم، هذه تاع كل يوم وتاع الخرجات الخفاف، انا هم من ريمال لندن، عجبتني بزاف ثاني ننصحكم بها. وراني نفتش في الحقيبه حابه نبدا لكم بالترتيب، اولا نبداو بلوطان ومن بعد نفوتو. هذا فوندوطان من ايف روشي، هذا ثاني هايل، انا هذا يسميه بيور لايت. ومازلنا في لوطان اذا هذا فوندوطان بودغ، جبت تاع ادوبت، جبت فرد واحد اللي نستعمله دائما. ثاني كيما قلت لكم مانيش نستعمل فيهم بزاف بزاف، غير كي نخرج هكا خرجات خفاف، ولا مانيش نستعملش انا المكياج كل يوم حفاظا على البشره تاعي لانها حساسه. فغاجو انايا نستعملو كيما كونتورين، كيما تشوفوا راك اللون تاعو ماغون، دونك سواء نستعملو فغاجو سواء كونتورين، نقدر نستعملوهم لي دو. هذا شريتو لا مارك كلاسيك، شريتها منها من الجزائر ومانيش شاتي نستغنى عليها. وهذا ثاني فغاجو واحد اخر، نشتي لا كولور هذه باسكو كلير شويه نشتيها، هذا شريتو من المارشي بانوغو لا مارك يس لوف. في حوايج انا كيما قلت لكم لاني راح نقعد شهر، جبت معايا هذو الحوايج، قادر نتنقصوا بزاف حوايج نتوما اللي مسافر 10 ايام ولا سمانه. وهذا ثاني معطر للفم شريته من بخيمارك، شريته في بخيمارك وقادرين تستغنوا عليه. وهنا البنات عندي ماسكارا، هذه شريتها من ادوبت، جبت انايا دو، جبت وحده تاع ادوبت وحده تاع نوسيبي. كيما قلت لكم راح ندير لكم فيديو في مفضلاتي ولا فيديو نشرح فيها اكثر واكثر على الحوايج اللي راني نستعملهم ديما. كيما قلت لكم اذا عجبتكم هذا النوع من الفيديوهات، اذا عجبوكم قولوا لي في التعليقات باه ندير لكم فيديو في مفضلاتي.
اذا انا جبت دو ماسكارا، انتما تقدروا تستغناو على وحده فيهم، تقدروا تديو واحده فقط. اذا هما لي بروس تاعهم ماهمش كيف كيف، على بها جبتهم، ساعات نستعملهم لي دو، ساعات نستعمل واحده فقط، ساعات نستعمل تاع ادوبت. كما راكم تشوفوا راني نفتش في الاخر لابوشيت تاعي كاش ما نلقى فيها. والان ننتقلوا لي روج ا ليف. هنايا جبت هذا مات من ادوبت، جبت دو كولور كما راكم تشوفوا، وحده ثاني بوغ لي ليف، ويل بوغ لي ليف، شتوها معايا في فيديو مشترياتي في لي سولد. من بعد نحط لكم الرابط اللي مازالوا ما شافوهاش يروحوا يشوفوها. هذا نستخدمه في النهار، وجبت ثاني بوم ا ليف لان هذا نستخدمه في الليل. هذا تاع ايف روشي ثاني هايل، وويل ا ليف تاع نوسيبي جبته من نوسيبي، هذو هايلين. هذا غلوس ثاني شريته من ايف روشي، جبت معايا ديك واحد تاع سيفورا. وكما قلت لكم تقدروا تستغناو على حاجه، تقدروا تديو حاجه هكا اللي مسافرين فتره قصيره هكا باش ما تثقلوش عليكم الباجاج وتسافروا في عقلكم. وجبت معايا فيرني، جبت فرد كولور وكاور نديرو، وهذا ثاني لقيتو في لابوشيت، جبت اونكر خالف، هذا يجي فونسي شويه، قلت ممكن تكون عندي عرضه ولا خرجه هكا سبيسيال نديرو. وهنايا دي كريون بوغ لي ليفغ، هذا كيكو جبته من عند كيكو، هذا ثاني من عند نوسيبي، شوفوا لا كولور ثاني هايله. انا من محبين هذا لي كريون بوغ لي زيو، هنايا جبت تاع نوسيبي، هذا ثاني هايل، كريون تاع نوسيبي هايل، كانوا عندي من قبل تاع ايف روشي ثاني هايلين، شتيهم بزاف. وهذا يا البنات لاينر من عند بريمارك، هذا وهذا البنات كريون تاع الحواجب، هذا ثاني شريته من بريمارك. صافي كما راكم تلاحظوا البنات راني ما جبتش معايا اون باليت تاع الماكياج، لانه عندي باليت تاع نوسيبي كبيره بزاف ما نقدرش نجيبها، وايضا على بالي بلي ما عنديش مناسبه تاع عرس ولا مناسبه كبيره باه نستخدم ماكياج ثقيل، درت جبت هذو الحوايج الخفاف اللي خرجات الخفاف، هذا ما كان، واللي على بالها بلي عندها عرس ولا حاجه تجيب معاها. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، ما تنساوش الاشتراك في القناة، وشجعوني شجعوني باللايكات باه ندير لكم بزاف لي فيديو، ونلتقي في فيديو اخرى ان شاء الله.